اولا شايف الاحداث الرياضيه في التوقيت الحالي ازاي، واحنا بنتكلم عن البطولات الافريقيه، ويمكن انا في مقدمتي اتكلمت عن استراتيجيه الموسم القادم. يعني الناس كلها باصه تحت رجليها وبتشوف الدوري هيخلص امتى. كان عندنا فرصه عظيمه ان الدوري يخلص قبل يوم 2/6، وكان عندنا فرصه طيبه ان احنا نختم مباريات الدوري حتى لو الزمالك وصل نهائي افريقيا، وكل التوفيق ليه بالتاكيد. لكن ضاعت الفرصه دي بتعديل عدد من المباريات، واصبحت الازمه مش في الانديه اللي هتشارك في افريقيا، اصبحت الازمه في موضوع القيد. مظبوط مظبوط استاذ محمد، بس هي الازمه اصلا هو دي ازمه صراحه اتحاد الكره. يعني اتحاد الكره هو المسؤول الاول والاخير عن هو اللي صنعها. طبعا طبعا دي صناعه اتحاد الكره، وعلينا نتحمل تبعات هذا النظام. طبعا بدايه كان الخطا الاكبر والاعظم هو السماح للانديه بالمشاركه في اكثر من بطوله في توقيت واحد. انا كنت اتفهم ان الاهلي والزمالك يشاركوا في بطوله دورة ابطال العرب العام الماضي، لان البطوله كانت في مصر. ما كانش ينفع ابدا ان بطوله عربيه ببطوله كبيره وبطوله راجعه من العدم، بطوله كانت شبه ملغيه وراجعه في مصر في توقيت معين وظروف سياسيه وظروف معينه. كان انا ساعتها كان مشاركه الاهلي والزمالك كان واجب وطني فعلا. يعني كان البطوله مجمعه، وكان بطوله مجمعه ووقت صغير وانتهت القصه. ورغم ذلك ان كان برضه ليها خلفيات، والنادي الاهلي دفع فاتوره غاليه جدا مشاركه في البطوله دوري ابطال العرب العام الماضي. لكن السنه دي اتحاد الكره انه يترك الاتحاد العربي هو اللي يحدد ويختار الانديه اللي تشارك، وان هو يسمح للانديه كمان ان هي حتى بما ان الاتحاد العربي اختار وهو ما كانش ليه دخل ولا حتى عمل يعني ضوابط وشروط للمشاركه دي، وسمح لكل الانديه انها تشارك. فبالتالي شفنا الاهلي والزمالك بيشاركوا، شفنا الاسماعيلي، شفنا الاتحاد، شفنا كانت في مشكله كبيره يعني عندنا، ودي كانت نتيجه يعني شفنا وبرده المره الثانيه برده الاهلي برده دفع ثمن المشاركه في البطوله العربيه. يعني النادي الاهلي اعتقد ان النادي اجبر على المشاركه في البطوله العربيه السنه دي، واجبر السنه اللي فاتت لظروف ظروف دوله انه يشارك فيها، والمره دي اجبر باسمه وتاريخه والاغراءات الماديه بتاعت البطوله. لكن انا كنت واثق ان النادي ما كانش عنده رغبه حقيقيه في المشاركه. حتى الاجهزه الفنيه كانت بتقول، يعني حتى الجهاز الفني السابق مستر كارترون قال لي في حديث صحفي ان هو لو قدر لي وبقى في النادي الاهلي مستحيل يوافق ان هو يخطئ الخطا ده مرتين ان هو يشارك بطولتين. اتحاد الكره والسبب شفنا ازاي الضغوط اللي حصلت، شفنا ازاي كل مباراه قبل التاجيل وانت عددت الحجج، ودي كانت النهايه الطبيعيه، النهايه طبيعيه جدا 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 لاتحاد كره بيدير المسابقه بطريقه عشوائيه. دي كانت النتيجه الطبيعيه ان احنا نوصل للمرحله دي وعندنا كل الانديه او الاتحادات العربيه الاخرى مشاركه معانا في نفس البطولات. يعني تونس والجزائر والمغرب مشاركه في برضه بطولات عربيه وبطولات افريقيه، ورغم ذلك المسابقات ده ماشيه بشكل طبيعي جدا بالظبط وماشيه منتظمه جدا. وحتى في السعوديه بيشاركوا في دوري ابطال اسيا وبيشاركوا في بطوله عربيه، لكن الموسم انتهى في السعوديه خلاص. الموسم بيلعبوا نهائي كاس ولي العهد، والامارات خلصوا وقطر خلص، كله خلص الا احنا لوحدينا. ويا ريت كمان حتى وخلصنا وعارفين النهايه امتى، ده احنا ما خلصناش ومش عارفين حتى النهايه هتكون ازاي وهتكون امتى، كلمه النهايه هتنزل امتى على التتر، ما حدش يعرف امتى. البطوله عندنا بطوله ثانيه اسمها بطوله كاس مصر في علم الغيب تماما، وده انا شايف ان دي نتيجه طبيعيه جدا لعشوائيه اداره الكره المصريه. طيب موضوع القيد، يعني فكره القيد دي انا حاسس ان ما حدش بيفكر فيها، ما حدش واخد باله منها. لا هو اكيد ليها حلول، يعني اكيد انت استعرضت في الانترو التواريخ، لكن شايف انا مش شايف هتبقى في مشكله، لان الانديه تقريبا شبه حاسمه امر التعاقدات. يعني في انديه كتيره جدا، يعني بيراميدز خلاص ابتدى يتكلم في تعاقدات وحدد الراحلين، وتقريبا بنسبه كبيره جدا النادي الاهلي تقريبا برضو لجنه الكره او الكابتن محمود الخطيب في اجتماعاته اكيد النقطه دي شغلاهم، واكيد النقطه دي في دماغهم بشكل كبير جدا، وعاملين حساباتهم ان هو بعد نهايه الموسم مباشره هيكون حتى لو الفتره 15 يوم بس هتكون بالنسبه للنادي الاهلي كافيه جدا ان هي يعمل. شفنا النادي الاهلي عمل اكبر بركاته في تاريخه كان في الماركاتو الشتوي، كان في شهر كان في شهر واحد بس، يعني هو في اقل من شهر كمان، يعني لولا بس يمكن اخر صفقه بس حسين الشحات عشان ارتباطه بس بكاس العالم للانديه. يعني لولا كاس العالم للانديه كان ممكن يبقى الاهلي كان ينهي الموسم او الانتقالات كلها كان ممكن في نص الاول من يناير. طب استاذ عبد المنعم، وانا بتكلم في مساله القيد والموسم القادم، الانديه زي استاذ علاء عزت ما قال في فكره ان الانديه مستقره على شكل الموسم القادم، اللعيبه اللي هتجيبها، الصفقات، الشكل ده كله. مين اللي قال الكلام ده؟ ولا الكلام ده له علاقه بالواقع، ولا في صفقات حد يقدر يتعاقد مع صفقات. هتجيبه امتى؟ هتجيبه منين؟ حدد المطلوب المستهدف مش بقول ولا حد يقدر يحدد المستهدف. لا اتحدد. ولا حد يقدر الموسم خلص. لا اتحدد. انا هقول لحضرتك اتحدد. انت دلوقتي اتحاد رزق يوم بيوم، تمام،
يعني انت لو انت بتتابع الدوري الدوريات الاوروبيه جداول المباريات من الاسبوع الاول لغايه الاسبوع 38 في كل الدوريات الكبرى في العالم او غير الكبرى, يعني التصنيف الثاني حتى في الدول, انت كم جدول اليوم من ساعة ما بدأ الموسم في 30 أغسطس تقريبا, كم جدول صدر من لجنة المسابقات؟ حوالي بتاع 15-20 جدول, حوالي 35-40 تعديل. وكل أسبوع بيتعدل كم مرة؟ وكل أسبوع بيتعدل كم مرة؟ طيب دوري إيه وأنت ما أنتش عارف أنت هتلعب الماتش الجاي فين؟ أنهي ملعب؟ بجمهور ولا بدون جمهور؟ في دوري كده؟ في دوري في العالم كده؟ طيب ما هيك انت بتقول مشكله القيد في الموسم الجديد, يعني انت عامل حساب الموسم الجديد, طب انت اصلا الموسم ده اصلا بداته بشكل سيء جدا جدا كاتحاد كوره, اللي شارك في البطوله العربيه بيشارك في البطوله الافريقيه, طب ازاي؟ طيب ما هو طب حتى لو انت هتشارك هنا وهتشارك هنا لابد ان يبقى المواعيد نفسها مختلفه, انت ساعات بتيجي الاهلي عنده بطوله عربيه وبعدين تأجل له دوري وبعدين تيجي البطوله العربيه رايح بطوله افريقيه وبعدين بيقعد قاعد شهرين ما لعبش في الدوري. مظبوط, مش تأجيل, ما كانتش تأجيل كمان عشان في بيأجل لك في الدوري, بس مش قصه التأجيل انا كويس ان انت عنجلها. لا 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 التأجيل ده مهم قوي, بقول لك الاتحاد الكوره اجل 10 ماتشات للاهلي, لا هم اجلش 10 ماتشات للاهلي, هو بيلعب في البطوله العربيه فبيلعب طبيعي لازم ياجله في افريقيا, بيلعب في البطوله الافريقيه طبيعي لازم ياجله في البطوله الافريقيه, او هي مواعيد الماتشات في افريقيا والعربيه كانت متزامنه مع نفس المباريات المحليه بالظبط, مش مباراه في نص الاسبوع فتاجلت. التاجيل الوحيد للنادي الاهلي هو في نهائي افريقيا دوري ابطال افريقيا 2-9 نوفمبر فقط, في مباراه في النص بين المعادين لا هو مفيش مباريات في النص, دي المره الوحيده اللي الاهلي لعب فتره زمنيه من 2-9 فقط لغير اتساب له فراغ عشان مباراه نهائي بالظبط. تمام, اما ما يحدث الان فزي ما احنا شايفين طبعا الناس متخيله ان احنا قصه نادي الزمالك والتاجيل, العداله ما لهاش علاقه بان نادي الزمالك او النادي الاهلي, العداله واحده, وعلشان تبقى في عداله في تنظيم المسابقات لابد يبقى المعيار واحد لكل الانديه, اهلي او زمالك او اسماعيلي او اي نادي, وفقا للائحه كمان, وفقا للائحه معلنه قبل الموسم, يعني يعني انا افترض ان انا عندي لائحه باخدها في بدايه, لا في لائحه بتطلع لائحه عقوبات, يعني انا افترض ان انا بقول ان عندي نادي كذا وكذا 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 بتشارك لو في حاله تاهل فلان ما يلعبش, في حاله تاهل كذا وفي مراحل معينه, لكن كون لا انا بقول لك ده المفترض, لو انت بتدور على العداله, يعني انا برضه عمنا برضه بقول لك ان لازم تكون في عداله, والعداله لازم تكون عاميه, لازم ما تكونش بتشوف الوان, والناس بتتكلم على مباريات احنا لا اصل انت تعرف ان الاهلي خسر مباراه في افريقيا في الدوري العام بسبب هذا الضغط في السيمي فاينل اللي الزمالك كان بيلعب فيه النهارده, النادي الاهلي لعب 2 اكتوبر مع ستيف في القاهره ولعب 7 اكتوبر مع الاتحاد في القاهره وخسر الماتش, ولعب 10 اكتوبر مع الترسانه وكاد ان يخرج من بطوله كاس مصر مظبوط, وريح ساعتها اللاعبين الدوليين عشان كان مسافر الجزائر او كان ساعتها المنتخب كان عنده اجنده دوليه, حتى ما كانش ايقاف دوري ولا بتاع. وانت لما تلعب 30 مارس مع الزمالك و2 ابريل مع الاتحاد و6 ابريل مع صن داونز, وبعدين ترجع تلعب 10 ابريل مع مقصه, انت قبل ما تسافر صن داونز ب 12 ساعه كنت بتلعب مباراه في الدوري, بتلعب مباراه في الدوري ورجعت من صن داونز بطياره خاصه ولعبت ثلاث مباراه في ملهاش علاقه بالمعايير خالص. طب قبل ما نخش على الجزئيه دي, لان برضه ده موضوع شائك بنتكلم فيه, بس استاذ علاء كان بيتكلم في فكره التعاقدات والصفقات, وكل نادي ممكن فعلا وجهه نظره ان هي كل نادي محدد هو عايز ايه السنه الجايه, لكن انا بتكلم انا محدد عايز ايه لكن مش عارف اتعاقد مع اللعيبه بالظبط كده, يعني انا مثلا فكرت في سي مثلا لاعب سين من نادي صاد اوكي فكرت فيه وعايز اتعاقد معاه, النادي بتاعه مش هيقدر يسيبه لان المسابقه ما خلصتش, ما هو لسه على ناقصته ماتشين او ثلاثه, ما تقدرش تسيبه بس انا بقول لك الاحتياجات, وانت دايما بيكون عندك الاهلي مثلا ما بيقولش عايز انا عايز مدافع فلان الفلاني, هو بيكون حاطط بدائل, يعني طول عمر الانديه حتى الانديه الصغيره لما بتيجي تتعاقد دايما بيكون عندها 1 و2 و3 يعني ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. بتكلم في نقطه مهمه جدا, انا بتكلم في تنفيذ الافكار دي علشان تقول الكلام اللي حضرتك بتقول عليه دلوقتي, لابد ان كل اسابيع الدوري تحدد, حتى لو بعد امم افريقيا يقول لك امم افريقيا هينتهي يوم كذا مثلا, لو وصلنا فاينل 19/7
سواء وصلنا او ما وصلناش البطوله في ارضك فمن ما ينفعش تلعب دوري مستحيل ان انت هتلعب بطوله دوري. محليه او بطولات دوري يعني اثناء البطوله, أثناء البطولة. وبالتالي البطوله هتنتهي يوم 19 هيبدا اخر اسبوعين مثلا انا بفترض يعني يوم 23 و28 خلاص يبقى الدوري هينتهي وكاس مصر هيبتدي يوم كذا وينتهي يوم كذا وبالتالي اللي عايز السيستم فتح القيد للموسم الجديد هيبتدي من كذا لكذا ده اللي تقدر تتكلم عليه وتقدر تتعاقد او هتروح لنادي سين وصاد تتفق معاه انه هيجي لك في الوقت الفلاني علشان فترات الاعداد في الموسم الجديد. طب على فكره المواعيد اللي حضرتك ذكرتها لو حصلت انا لو جيت ايدت لعبتي في المرحله الزمنيه دي مش هستفيد من في دور ال 32 او دور التمهيدي طبعا العب بيه في دور المجموعات طبعا بس دي مش مشكله مش يعني دي مش هنقف قدامها كتير لان دور ال 64 ودور ال 32 ما بيكونوش عقبه كبيره يعني قدام انديه كبيره زي الاهلي والزمالك بس المباراه قد تكون سهله كل طبعا ممكن يعني ممكن طبعا تخطيط السنه كلها يضيع بسبب ميعاد زي ده انا عارف لا طبعا طبعا ممكن ممكن طبعا كل شيء وارد لكن اعتقد مش عايزين نوقف احنا عايزين نوقف فيما بعد يعني انتوا متجاهلين نقطه مهمه جدا اللي هي فين الراحه السلبيه اللي بين الموسمين لا مفيش ده اتعودنا عليها وامتى انت عندك راحه سلبيه امتى عندك راحه سلبيه طب وبعدين اخر راحه سلبيه خد النادي الاهلي كانت موسم 2010 2011 اللي هي قبل الثوره دي ده الموسم ده الوحيد النادي الاهلي خد فيه لا السنه اللي فاتت كانت في راحه سلبيه بعد كاس العالم عشان كاس العالم لا كانت كاس عالم بس ما انت لعبت كلها وكان المنتخب الاولمبي وقتها في معسكر بره وكان المنتخب عشان الاول انت في دوري ابطال افريقيا بدات 17 اغسطس بعد كاس العالم على طول فانت كانت مشكله بالنسبه أيوة. لك يعني انت عملت فتره اعداد تقريبا في كرواتيا تقريبا او كانت مظبوط في كرواتيا وما كانش ايوه ماشي بس انت ما كانش ولا عندك لعبت المنتخب الاول لعبت المنتخب الاولمبي ايه المعسكر ده وفين الراحه وفين الراحه السلبيه للاعبين يعني المفروض ان تقريبا المعسكر النموذجي كان في موسم 2004 2005 مستر جوزيه سافر المانيا قعد شهر تقريبا 2004 2005 كان الدنمارك كنا في الدنمارك كان الدنمارك والموسم اللي بعديها 2005 2006 كان في فرنسا تقريبا التاريخ انا التاريخ عشان كده بقالك اسطوره سواء التاريخ يعني لا بس فعلا فعلا هو عمنا بنتكلم نقطه مهمه جدا شوف الاهلي ازاي بعد ما بيعمل معسكر بجد معسكر كامل بكل قوته شوف الاهلي بيعمل عمل ايه بعد كده تعرف يا محمد الموسم ده الاهلي عمل فيه ايه؟ خد في كل 26 مباراه في الدوري كسب 24 مباراه وتعادل مباراتين المباراه المصري المصري في الاسبوع 18 بعد 17 فوز متتالي انتصار متتالي وفي الاسبوع 24 تعادلنا مع انبي 1-1 ليه وفاز بدوري ابطال افريقيا وفاز بالسوبر الافريقي وفاز بالسوبر المصري والكاس والسوبر المصري لعب خمس بطولات وكاس عالم وكاس عالم الانديه الموسم الفتره ديت خلتك النادي الاهلي اتشال فيها حوالي او شالت النادي الاهلي حوالي 3 سنين 4 سنين 2008 2009 2008 2009 لحد 2009 بالظبط يعني مش هو ده التخطيط اللي انا بتكلم عليه ده الاستراتيجيات اللي بتتحط من قطاع الكوره للمرحله القادمه بس انت الظروف المحيطه بيك مش مساعداك على ده مظبوط مؤخرا سمعت ان الاتحاد العربي طبعا الاختيار البطوله العربيه القادمه هتبقى بالاختيار مش بترتيب الانديه في المسابقه مش دي القضيه في توصيات بعد الكارثه بتاعه الموسم السنه دي والتنظيم السيء في مش تم رفع توصيه لاتحاد الكوره بان النادي اللي يشارك في دوري ابطال افريقيا لا يشارك في البطوله العربيه هل الكلام ده هيتم هل الكلام ده هيحدث يعني هيحدث. مستحيل هيحدث. بالنسبه للنادي الاهلي انا بقول مستحيل هو النادي الاهلي بس خلي بالك عارف هدفه النادي الاهلي قرار اوكي يعني واخد قرار وعارف لكن اعتقد انا مش بتكلم على النادي الاهلي ان النادي الاهلي قرار مقاطعه البطوله العربيه تمام انا مش بتكلم على النادي الاهلي انت عندك من 4 إلى 5 فرق مصريه هتشارك في البطوله العربيه تمام يبقى بغض النظر عن النادي الاهلي انت بتسير في نفس طريق الازمه هي المشكله ان في ناديين مؤكد ممكن يشاركوا اللي هم بقى الزمالك وبيراميدز طيب هيشاركوا البطوله العربيه وفي نفس الوقت مؤكد هيشاركوا في البطوله الافريقيه مؤهلين يشاركوا في البطوله الافريقيه تمام لا مش مؤهلين يعني ده نهائي أهل. يعني وزمالك وبيراميدز يعني سواء دي او دي دوري ابطال الكونفدراليه يعني المراكز الاولى في الدوري والثاني منهم 2 في دوري ابطال افريقيا بحسب الترتيب النهائي والثالث هيشارك في انتظارا لبطل الكاس ده بقى هيكون اختبار حقيقي لاتحاد الكوره بقى هو ده انا يعني انا طبعا يقينا بيراميدز هيكون من ضمن الانديه اللي هيتم اختيارها للمشاركه في دوري ابطال العرب ويقينا ان الزمالك هيكون موجود وممكن يكون معاهم الاسماعيلي انه مش هيشارك في بطوله افريقيه او ممكن يكون نادي المصري بحكم جماهيريته نادي جماهيري يعني نادي جماهيريه فلو الاسماعيلي والمصري ما شاركوش ما فيش ازمه الاثنين دول بالعكس هيكون لكن 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 انا شايف ان الاتحاد الكوره تعرض لضغوط غير عاديه لمشاركه الزمالك وبيراميدز في البطوله العربيه وقتها هيكون اتحاد الكوره هنا محك فعلا ده المحك الحقيقي لاتحاد الكوره لو سمح لهم بالمشاركه
يبقى كده خلاص اتحاد الكره. اتحاد الكره سقط في 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 لا ما ده قرار جديد ده اختبار يعني. هو فشل السنه دي هو فشل السنه دي في اختبار معين. لو دخل اختبار السنه الجايه لما حدد هو ماتش مباراه بيراميدز اللي كانت محدد لها 28 فبراير ماذا حدث؟ تأجلت لاجل غير مسمى. تم تأجيل بناء على طلب نادي بيراميدز تم تأجيل اللقاء. طب هو مين اللي محدد اللقاء؟ هو النادي الاهلي اللي محدده ولا الاتحاد. نادي ولا اتحاد الكورة؟ في سقوط رهيب طبعا. الزمالك اتأجل له ماتش المقاولين قبل ماتش نصر حسين ضاي تمام برضه وبدون وجه حق، مع ان النادي الاهلي هو اكتر نادي تاني اكتر نادي في العالم بعد تشيلسي وسيتي ومانشستر سيتي مشاركه في مباريات هذا الموسم. ولو كان اتاهل لكاس العالم للانديه ووصل النهائي بطوله عربيه كان هيتخطاهم، وكان كان هيتخطاهم طبعا. ولو كانت مباراه الكاس اتلعبت في توقيتاتها المعروفه السنه دي كان هيتخطاهم. الاهلي وصل حاليا مثلا قول حاجه و60 مباراه او 65 مباراه، قول 60 مباراه. هم حاليا تشيلسي 55 مباراه والسيتي اقل مباراه. انت لك تتخيل ان في شهر واحد النادي الاهلي لعب اربع ماتشات واربع بطولات مختلفه، يعني ازاي يعني شهر يعني واحد؟ في شهر واحد لعب كاس مصر ودوري ودوري ابطال افريقيا. لا كاس مصر ما لعبناش في شهر واحد. لا كان يعني او في حقبه زمنيه يعني، لا بخلال 30 يوم مش لازم شهر واحد. انت في فبراير لعبت 7 ماتشات. انت لعب في اربع بطولات، يعني يعقل ازاي يعني النادي الاهلي كان بي بي بيطلع من افريقيا للعرب، من العرب لكاس مصر، من كاس مصر لافريقيا، من كاس افريقيا لدوري البطوله العربيه. هي الفتره بتاعت ازاي يعني شهر نوفمبر اللي شهر الترجي يسافر لاعب ما بيلعبش في الدوري يعني او شهر ونص ليك. انت تخيل يعني من بدايه من ماتش الاتحاد بس ده حصل السنه دي مع كذا نادي مش الاهلي بس، يعني الاسماعيلي قعد شهر ما بيلعبش في الدوري، بيراميدز قعد 40 يوم ما بيلعبش في الدوري. ما هو ده سوء تخطيط. سوء تخطيط طبعا. يعني ايه تقعد شهر ما كانش بيلعب لمؤجلات الفرق الثانيه يعني، كان يعني كل ماتشاته متاجله مع الفرق متاجله. احنا شفنا انديه كانت تقعد شهر. احنا بنخترع تنظيم بعيد عن العالم كله. الاتحاد الانجليزي عنده 4 بطولات محليه مظبوط عنده دوري وعنده لا 3 تقريبا، دوري وكاس رابطه المحترفين وكاس الاتحاد وعنده الدوري الاوروبي وعنده دوري ابطال اوروبا. خمس بطولات اللي بيشارك هنا ما بيشاركش هنا على طول. النظام عندهم اللي هم بقى حاطين سيستم ليهم، سيستم محترم. ده مش اختياري، ده مش اجباري، ده اختياري. و20 نادي يعني 38 مباراه في الموسم في الدوري فقط بالظبط. الدوري ودوري ابطال اوروبا او المسابقات القاريه النادي يشارك فيها باللاعبين الاساسيين او الافضل اللعيبه عنده. في كاس رابطه المحترفين وكاس الاتحاد الانجليزي بيلعب فيها بالرديف واللي مش بيشارك اللي بيجهزهم. طب ما في كمان في نقطه مهمه جدا في تحديد اسماء. المفترض والعداله بتقول ان لازم الثلاث فرق يلعبوا ثلاث اخر ثلاث اسابيع اليوم في توقيت واحد.